سوريين لبعض، معي أنا بسام داوود لنحكي عن مبادرات أنفي السوريين للسوريين. مرحبا. العيد فرحة، ورغم الظروف الصعبة اللي مرت علينا لساتنا منحب نفرح، وفي ناس كتير عم تحاول تقدم هاي الفرحة لأهلها وناسها اللي محرومين منها. المبادرة اللي رح أحكي لكم عنها اليوم هي مبادرة بسيطة، ما بتقدم أي دعم مالي أو إغاثي أو حتى خدمي، بس بتقدم فرحة. مبادرة عم تسخر أبسط القدرات الموجودة عند المتطوعين فيها لخلق بسمة وفرحة على وجوه السوريين. مبادرة عم بيقولون القائمين عليها إنه كل واحد فينا عنده الشيء اللي بيقدمه. المكان هو مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن، والزمان هو خلال شهر رمضان ولغاية العيد. المؤسسة المنظمة هي فرقة سوريا الغد الفنية، والفعالية اسمها مبادرة نعيما. الهدف هو تزيين الأطفال وحلق شعرهم بمناسبة العيد لخلق جو من الفرح والاستعداد لاستقبال العيد. مبادرة نعيما ما أنا جديدة، وهالسنة هي السنة الرابعة اللي بتصير فيها هالمبادرة، وسنة عن سنة عم يزيد عدد الفريق المتطوع من الحلاقين، وعم يزيد عدد الفئة المستهدفة من الأطفال. بالسنة الأولى مثلا كان عدد الأطفال المستهدفين بالمبادرة 150 طفل، بالسنة الثانية زادوا لل 200، أما هالسنة فتجاوز عدد الأطفال المستهدفين 600 طفل. أما عدد الحلاقين المتطوعين فكانوا 3 بالسنة الأولى، ووصل ل 15 حلاق متطوع هالسنة. هدول الحلاقين هن أصلا من أصحاب صالونات الحلاقة بالمخيم، فتحوا صالوناتهم ليحلقوا للأطفال مجانا من خلال هاي المبادرة. وغير هيك في عدد من الحلاقين اتطوعوا ليعملوا زيارات ميدانية لعند الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، لتكون هالفئة واحدة من أهم أولويات المبادرة. للقائمين على المبادرة ولفريق سوريا الغد منقول يعطيكم ألف عافية، وللأطفال المستفيدين من المبادرة منقول لهم نعيما، ولكل السوريين وخاصة السوريين لبعض منقول لهم كل عام وانتوا بخير. سلام. سوريين لبعض، معي أنا بسام داوود لنحكي عن مبادرات أنفي السوريين للسوريين.